ووصلنا لمساحة جديدة ضمن صباحنا غير لليوم. وقت منقول التطوع والأعمال الخيرية ما فينا ما نذكر جمعية ساعد. أكيد رشا، يمكن من بداية الأزمة العمل التطوعي أخا منحة كتير كبير بسوريا. شفنا الشباب السوري على أرض الواقع بالمجتمع عم يشتغل من كل قلبه طوال النهار، سنوات متتالية من العمل التطوعي، يعني بنعتز دائما بتفرحي وقت بتشوفي ونبسط فيه من قلبنا، تلاقي حس بالمسؤوليه. فكيف اليوم اذا كانت الجمعيه ساعد دائما السباقه دائما للاعمال الخيريه والانسانيه. شدنا مؤخرا كان في حمله كثير مهمه وكانت تبعت باسلوب كثير ظريف، كان في حفله، يعني اليوم انت لا تقدري تحضري هاي الحفله، كان رسم الدخول قطعه ثياب من عندك كرمال تدخلي هاي الحفله. طبعا قطعه هاي الثياب لوين حتروح بالنهايه؟ لاي حدا محتاج، هي اهم شيء. اكيد اليوم رح نحكي عن نشاطات جمعيه ساعد، رح نحكي عن المبادرات وشو المشاريع الجديده. ضيوفنا لليوم الاستاذ علي السعيد عضو مجلس اداره جمعيه ساعد، وماريتا داوود من فريق العلاقات العامه. سعد صباحكم. صباحكم خير وجبر هيك خواطر على طول ان شاء الله. امين يا رب. يسعد صباحكم. دائما نحن بنحكي عن اعمالكم برحلاتنا الصباحيه، ولما نحكي عن دفانا محبتنا، يعني هذا الشعار بيعبر عن عمل خيري وانساني. خلينا نحكي عن الحفل اللي اقيم، كيف بلشتوا واشتغلتوا فيه، كيف كان التفاعل الاقبال؟ حلوه الفكره وبنفس الوقت يعني هيك بطريقه معينه مشان الناس ما تحس ايه انه انا اذا فتت على هذا الحفل بدي اقدم قطعه ثياب بطريقه مختلفه عن اللي بنقدمه سابقا، انه في حدا محتاج لازم تقدم له، لا هون الموضوع مختلف، في رساله انسانيه كانت. تمام. هلا هو كانت فكره الحفل هي كفكره انه نطلع عن المألوف اللي كان طبعا صحيح. انه مثل ما كان بتتم العاده كانت بالسنين الماضيه، فكانت الفكره هي السنه انه نحن خلص نعمل حفل خيري. حيكون رسم الدخول تبعه هو قطعه ثياب لحدا حتروح منه للشخص اللي هو بحاجتها. تم تجهيز الافكار، تم التنسيق على الافكار، وخلاص اعتمدنا انه حيكون الحفل بالوتيره اللي نحن اتفقناها مع الاشخاص. كان موجود معنا الفنانه ليندا بيطار والسيد عدنان فتح الله والفنان عماد رمان. حيكون هو رسم الدخول اول شيء، كانت الفعاليه بالتفصيل كانت بالدخول رسم قطعه الثياب، حتاخذ قطعه الثياب بترجع بتتوضا بتنبعت بعدين على المصبغه على الكوي بترجع بتتوضا بطريقه تمام مشان تتوزع على الاشخاص اللي هي بحاجتها. بداية الحفل كانت هي فعاليات للأطفال، نشاطات للأطفال، من ضمن النشاطات كان في النشاطات للأطفال مع الأهل. يعني قديش حلوة حتكون وقت الولد عم يلعب هو وأمه وأبوه أو هو وأخواته مع أهاليهم، عم يتسابقوا بلعبة، عم يتسابقوا برمي طابة سلة أو شيء. بعدين انتقلنا لفقرة الحفل اللي كان الحمد لله يعني كان الإقبال تمام، وكان كان التفاعل فيه حلو، كان اقبال العالم اللي اجت على الحفل كان تمام، العالم اللي اخذت صدى على السوشيال ميديا كمان، الصدى اللي كان كمان موجود بالشارع كمان. كان قد تقريبا كان العدد المتواجد ضمن الحفل؟ هلا كان أكيد عدد يعني المتواجد لازم تعرفوا من تمام. هلا عدد الاشخاص اللي كان موجود 1500 شخص تمام، بما يقارب ال 7-8000 قطعه تمام كانت موجوده من الاشخاص اللي بدي اقول لك، يعني ما ضروري اي شخص يدخل قطعه واحده تمام. هو كان رسم الدخول هو قطعه ثياب، في عالم جابت قطعه، عالم جابت قطعتين، في خلص عائله جايه اب وام وولدين، الولدين جابوا قطعه، كل واحد جاب قطعه، والاب والام جابوا كمان كل واحد قطعه. فالشيء اللي بلش يوعى عليه الولد من هي العمر هو عم يوعى انه يمد ايده لغيره للعطاء، يمد ايده يساعد غيره، فهذا الشيء حيخلي لقدام شيء يكبر، ما حيخليه موجود بمكان محدد يعني. والحمد لله كانت فعاليه ناجحه وكان كل شيء تمام ان شاء الله. على طول ماريتا، لما نقول انت المسؤوله عن العلاقات العامه يعني كان في جهد جبار عم تقومي فيه لتحضير للحفل، خلينا نحكي عن التحضير عفوا للحفل، كيف كنتي عم تحضري لما نقول بدنا نعمل عمل خيري وحفل خير ولازم يكون في اسماء موجوده ضمن الحفل لنعمل عمليه استقطاب لاكبر عدد من الناس، كيف كان الموضوع؟ كيف تمت التحضيرات؟ وقديش فعليا بده شغل هيدا الحفل؟ احنا تقريبا ضلينا شهر عم نشتغل، خلينا نقول من تحت الطاوله بدون ما العالم تعرف نحن شو عم نشتغل، شو مين الناس اللي عم نحاول نوصلها. شهر عبارة عن فيك تقولي كنا تقريبا عم ننام بالمكتب، حتى أهلنا ما كنا عم نشوفهم لنقدر نوصل لهي المرحلة اللي وصلنا لها بالإيفنت.
تليفونات من الوزارات من المديريات، موافقات، تشبيك، تشبيك مع الكل، حتى مع الفنانين، حتى مع الشخصيات المهمة اللي زارتنا اللي كانت موجودة، الدعوات اللي وصلت ل، كان في أكثر من دعوة طبعاً لشخصيات مهمة، لفرق تطوعية، لجمعيات ولمؤسسات، طبعاً كنا عم نشبك كلنا مع بعض. صحيح. خلينا نحكي اليوم عن المحور. لكل حدا هدف بحياته. اليوم جمعية ساعد يعني بتحمل أهداف كثير، وكان إلى مساعي كثير شفناها، شفنا أعمال على الأرض اليوم، يعني مو بس حكي. إذا حكينا اليوم عن المحور الإنساني أو هوية جمعية ساعد، نحن فعلياً شغلنا، خلينا نقول نحن جمعية تنموية. أغلب أفكارنا أنه نستقطب أفكار الشباب لحتى نحولها لمبادرات. يعني احنا هلا ما عندنا اي مشكله اي شخص يجي لعنا، انا في بالي فكره، اوكي هي نجهز فريق لحتى نحولها لمبادره على الارض. نحن هلا بظل هذا الوضع فعليا بحاجه لاي شيء يفيد الشعب، يفيد الوطن، يقدم شيء للشباب. اكيد طبعا اهم شيء الشباب، يعني بموضوع وننمي فكرة التطوع والأعمال الإنسانية بالشباب وبالأطفال. يعني أكثر شيء الأطفال، نحن مثلا دفعنا محبتنا كنا عم نزور مدارس الخاصة، كنا عم نشرح لهم شو يعني تطوع، شو يعني أعمال إنسانية، شو يعني خير، لحتى ونخبرهم أنه أنتم لازم تكونوا قدوة للي أصغر منكم وتكونوا واجهه للي اكبر منكم. نحن اطفال، صحيح، عم نقدر نكون متطوعين معكم، عم نخبرهم انه انتم مجرد ما قدمتوا قطعه ثياب لدفانا محبتنا فانتم صرتوا متطوعين لجمعيه ساعد. اكيد. طب خلينا نحكي معك استاذ علي عن التشاركيه والتشبيك. قديش مهم اليوم التشاركيه والتشبيك بالاعمال الخيريه اللي عم تقوموا فيها. قبل كنا نشوف كل جمعيه عم تشتغل لحالها، اليوم في شيء كثير حلو، الجمعيات كلياتها عم تشتغل مع بعض، عم تشبك. يعني قلت بدايه حديثك انه لا، كنا عم نشبك مع جمعيات، مع مبادرات، مع مؤسسات. هي العمليه التشاركيه والتشبيك يمكن بتخلي نطاق العمل الخيري يصير اوسع، ومو فقط مثلا لفعاليه واحده يستمر، هي بتعمل عمليه توليد للعمل الخيري والإنساني بشكل مستمر. فخلينا نحكي عن هاي النقطة تحديداً، قديش مهمة، والتشبيك مع المؤسسات والقطاعات، إن كان قطاع عام ولا خاص، التشاركية، حس المسؤولية، يكونوا هن شريكين اليوم معكم بالعمل الإنساني. تماماً. هلأ دائماً مثل بيقول لك الإيد الوحدة ما بتسقف. صحيح. فنحن هدفنا واحد، يعني سواء جمعية ساعد ولا أي جمعية تانية ولا أي فريق ولا أي مؤسسة كانت موجودة عندنا بالبلد، هي هدفها واحد، إنه كلياتنا نوصل لابن البلد اللي هو بحاجة هذا الشيء. فخلص إنه نحط إيدنا بإيد بعض لنوصل للشيء اللي نحن بدنا إياه. تم التشارك مع عدة فرق، تم التشارك مع عدة مؤسسات، مع عدة وزارات، مع فرق تطوعية كمان، جمعيات كانت موجودة كمان معنا، سواء كانت بهي الحملة أو كانت مثلا بحملات برمضان. التشارك هو ممكن لما أنا مثلاً كجمعية ساعد بدي أعمل تشارك مع جمعية، ممكن هي الجمعية عندها فكرة لمكان، تبادل أفكار أو تبادل أماكن أو تبادل آراء مثلاً. هلأ جمعية ساعد هي مثل ما بنعرف، مثل ما كنا ببداية كورونا كانت نحن كتصنيف تصنيف تنموي، فبدنا نمشي بالكورونا، فبدنا تصنيف جمعية يكون تصنيفها طبي لحتى نقدر نعمل هذا الشيء. فتم إطلاق الفريق الطبي السوري، وكان التشارك مع الفريق الطبي السوري، كان التشارك مع جمعية الشباب الخيري بدون ما مجالهم مجال طبي ونحن عندنا الإمكانيات، فاجتمعوا الاثنين لحتى نوصل لهذا الشيء اللي وصلنا له بإنقاذ حياة آلاف الأشخاص بأزمة كورونا. تماما. أو على الفريق الطبي اللي كان، أو على الأدوية اللي تقدمت محافظة القنيطرة بالسنة، بهي السنة اللي مضت برمضان اللي مضى، كان معنا كمان جمعية بالقنيطرة كمان كانت معنا برمضان، كمان تم التشارك مع انه برمضان في فريق من ساعد وفريق من عندهم كمان عم يتم هذا الشيء. مبادرة دفعنا محبتنا، رح اقول لك اجتمعنا بكلمة دفعنا محبتنا، اجتمعت جمعيات البلد كلياتها تحت سقف هدف واحد، تحت سقف مبادرة جمعية ساعد دفعنا محبتنا. فهذا الشيء كثير انا بقول خلينا نكون ايد وحدة لحتى نوصل للهدف اللي نحن كلنا راسمين له. ان شاء الله يا رب. طيب
ذكرت نقطة، قلت إنه نحن بإمكانيات جمعية تساعد وبالتشبيك مع جمعية ثانية عم نقدر نعمل شيء يعني تشاركية. ذكرنا وقتها حملة الأسطوانات، وقت نحكي على الإمكانيات نحن بحاجة اليوم مو بس للدعم إن كان ما بدنا نقول مثلا المعنوي، خلينا نقول معنوي لوجستي إلى آخره، ولكن اليوم الدعم المادي كمان مهم اليوم حتى أنت تقدروا اليوم تقدموا شو ما قدمتوا ولو كان جدا بسيط، ولكن دعم المادي مهم. اليوم مين اللي عم يدعم جمعية ساعد ماديا؟ هلا دعم جمعية ساعد، جمعية ساعد الجمعية ما في يمكن الوحيدة بصح التعبير اللي ما فيها دعم خارجي، ما فيها دعم منظمات، ما فيها دعم جهات خارجية. جمعية ساعد الدعم الوحيد تبعها هو دعم مجتمع أهلي. طيب ليش ما في؟ يعني احنا بنشوف الجمعيات تقريبا كلها في دعم لها من برا، من مغتربين، من منظمات. هلا ممكن نحن بافكار جمعية ساعد انه نحن من اهل البلد لاهل ابناء البلد هم يكونوا راعيين للجمعية، واكيد تحية لكل ابناء البلد. ماريتا خلينا نحكي معك، يعني هلا نحن بشهر 11، في شهر 12 بلشت يمكن التحضيرات للاعياد، اكيد في نشاطات وفعاليات عم تحضروا لها سنويا، نحن متعودين عليكم تكونوا ضمن الاجندة. خبرينا شو التحضيرات اللي عم تقوموا فيها؟ اكيد في مجهود كبير هلا بالكواليس لانه بلش الوقت يسرقكم شوي، فخلينا نحكي عنه شوي. نحن هلا خلال عنا 3 شهور تحضير لخلينا نقول مبادرتين، مبادره واحده. نحن قربنا على رمضان خلينا نقول، وعنا بالميلاد نحن كل سنه شجره الميلاد يلي بنعمل لها ايفنت مع فنان، طبعا لسه هلا ما حددنا مين هو. عنا حلو العيد كمان يوم الميلاد، اكيد طبعا اكيد طبعا لا كمان بدكم تكونوا معنا يعني لحد كل سنه عم نكون معكم، فاكيد نشتغل فريق بالمكتب، حتى يعني نحن حتى شغلنا بيكون بالمكتب. حلو العيد وبتوزع على العيال مع الشجره مع الايفنت. الشجره طبعا هي شجره ساعد يلي كل سنه بتتركب بمكان معين بالشام. وبعدها يعني حنفوت دغري على رمضان، يعني احنا ما حنلحق. هاي السنه شو حاطين الرقم؟ لانه كل سنه بتقولوا لنا رقم هلا هلا نحن بالسنه من السنين حققنا 1,050,000 وجبه. صحيح، ان شاء الله نلحق المليونين هالسنه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب عم نحكي عن نشاطات وعن شيء بالتحضيرات، يعني خلينا نحكي اليوم عن الفريق وعن الروح الوحدة. نجاح اي عمل بدنا نروح نحن نروح للفريق، ننظر للفريق كيف عم يتم التعامل ضمن الفريق الواحد، وكيف عم تكون هي المحبه اليوم لحتى تقدروا تنجحوا. خبرونا اليوم عن الفريق. اكيد بدنا نوجه تحيه للاستاذ عصام حبال. يسعد صباحك. هلا حاكيكي شوي بلغه المكتب او بلغه الفريق اللي نحن بنحكيها. تماما مثل ما بيقولوا. اول شيء نحن بالمكتب عندنا الخال، نحن بنقول له الخال عصام حبال. خلينا نقول هو مانو مدير، هو ما بيتعامل مع اي حدا من فريق ساعد على انه مدير. نحن عائله. هو الاب الروحي لكل شخص موجود وفات على ساعد وطلع حتى من ساعد. كثير في عندنا شباب سافرت. نتعامل يعني بالمكتب حرفيا عائله. ما في مدير مسؤول، نحن كلنا سوا ايد وحده، الكل بيشتغل نفس الشغل، ما عندنا مشكله. مثلا خلينا لفرضا علي متغيب مثلا عنده ظرف، مريت تحلي فورا محله مع انه عم اقضي شغل ثاني. تماما، يعني بصير ممكن يكون علي عنده شغل ثاني مثلا برا المكتب، ما بيأثر مريت رغم انه شغلك مو نفس شغل علي، بس حلي محله. وما عندنا اي مشكله بهذا الموضوع، ولا مره خطر لنا انه لا هذا مو شغلي، لا نحن جاهزين لاي مهمه تنفرض علينا على الارض فورا. يعطيكم الف عافيه، بنتمنى لكم دائما التوفيق، امنياتنا لكم دائما بالاستمرار بهيدا الروح بهي الجهود الكبيره. لك تحيه لكل الشباب التطوع السوري اللي نحن بنعتز ونفتخر فيه، وناطرينكم اكيد بنشاطاتكم وفعالياتكم القادمه بالاعياد وبرمضان ان شاء الله يا رب. مثل ما قلتي توصلوا لل 2000 شخص، بنتمنى من القلب. شكرا كثير لكم. صباحكم علي وماريتا، شرفتونا اليوم، اكيد تحياتنا لكل فريق ساعد. اهلا وسهلا فيكم. شكرا.